وللحديث أكثر عن أداء الأسواق العالمية ينضم إلينا الآن رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي. أهلا بك أستاذ رائد. كما ذكرت أنا في بداية الفقرة بأن هناك تقلبات في الأسواق العالمية، تراجعات شهدناها خلال الأسبوع الماضي واليوم تعود لبعض الارتفاعات، ما هي الأسباب الرئيسية لهذه الارتفاعات؟ طبعا احنا كان عندنا موجة من الهبوط الحاد ان صح التعبير على معظم الأسواق، وذلك نظرا للقلق من دخول في مرحلة ركود اقتصادي في مستقبلا، وهذا يعني أكده أيضا توجه الفيدرالي الأمريكي على سبيل المثال لتشديد السياسة النقدية بطريقة قوية نسبيا. يعني احنا عندنا رفعة كانت في 75 نقطة أساس لم تحدث منذ عام 1994، هذا شكل قلق وبانيك وذعر في الأسواق وموجة هبوط حادة وعزوف عن المخاطرة كانت لأسبوع الماضي. مع بداية تعاملات اليوم نشهد، وحتى يعني الفيوتشر اندكس الاندسز قبل ما تفتح الأسواق الأمريكية تشير إلى ارتفاعات نوعا ما، عودة للثقة لأنه كان في عندي موجة هبوط حادة، عملية تصحيح في الأسواق، عودة الرغبة بالمخاطرة من قبل المستثمرين ودخول في أسواق الأسهم لأنه كان في عندي هبوط حاد جدا. أنا ردت فعل طبيعية. طبيعي جدا ما يحدث حاليا، فبالتالي هذه التقلبات هي التي يعني تشكل الأسواق إن صح التعبير. كان في عندي موجة حادة، هبوط حاد، يعني مثلا إذا بدنا نذكر النفط كان 5% تراجع، كذلك الأمر أسواق الأسهم داو جونز يعني وصل إلى أعتاب 30,000 نقطة. الآن عملية ارتداد تصحيحي بسيط تحدث حاليا لمحاولة تسعير مسبق أيضا للتحسن الذي قد تشهده بيانات التضخم حول العالم بالتراجع بعد تشديد السياسة النقدية اللي حدث مؤخرا. طيب باعتقادك البنك المركزي كيف يمكن أن يتصرف أو يتعامل مع هذه التحركات الغير مبررة من صح التعبير في الأسواق العالمية في ظل طبعا وجود تضخم مرتفع وأيضا حتمية رفع أسعار الفائدة والخوف من الركود الاقتصادي؟ تماما، نحن عندنا البنك المركزي الآن أمام معادلة صعبة تحقيق البالانس. نحن عندنا تضخم مرتفع، يجب أن يقوم برفع أسعار الفائدة، وفي الطرف المقابل مخوف من الركود. ما تقدم به الفيدرال الأمريكي في اجتماعه الأخير ملفت للانتباه بعض الشيء، لأنه أيضا حط توقعات لتقليص أسعار الفائدة في العام 2023. بمعنى آخر سوف يقوم برفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم المرتفع، ومن ثم يعود لتخفيفها لحتى ما يكون في عندنا دخول حاد واستمرارية في الركود الاقتصادي. الهدف هو تحقيق استقرار والضغط على مستويات التضخم للتخفيض. أعتقد هذا ما يقوم به حاليا، لكن الأهم من ذلك أنه يتعامل مع الميزانية البالونية الكبيرة التي أصبحت لديه بنتيجة برامج التيسير النقدي الضخمة. ننظر إلى البنك المركزي الصيني على سبيل المثال، لم يعني يصرح بأنه سوف يتجه إلى أي عملية تيسير نقدي في الأسواق والاكتفاء بالتحكم بأسعار الفائدة فقط. أعتقد هذا هو العودة إلى الأساليب التقليدية، والأداة الرئيسية وهي أسعار الفائدة هي الأداة التي يجب أن يستخدمها البنك المركزي للحد من التقلبات الحالية، لأنه في عندي مخاطر ركود عالمي أو ركود اقتصادي عالمي. وهل ستساهم أو تعمل هذه الخطوات على كبح التضخم سوف تساهم في هذه؟ يعني بلا شك نحن عندنا رفعت أسعار فائدة بشكل سريع جدا، أصبحت قريبة جدا من عوائد السندات أو اللي هي يعني المقياس الذي يتخذه الفيدرالي حاليا. ينظر إلى عوائد السندات العشر سنوات بيشوفها عند مستويات 3%، بيقول أنه أسعار الفائدة يجب أن تتجاوز 3%. أعتقد عندما يتم قتل هذه الفرصة أو هذا الجاب الموجود ما بين عوائد السندات وما بين الأسعار الفائدة، تدريجيا تبدأ أسعار التضخم بالهبوط. كذلك الأمر امتداد ارتفاع أسعار التضخم بشكل كبير جدا سوف يحقق ركود، يعني ركود ضمني ربما لن يكون لمدة ربعين متتاليين وبالتالي هو الركود الاقتصادي، ولكن سوف يضعف الأعمال التجارية وهذا يغير من العادات الاستهلاكية للأشخاص، بالتالي البزنسز أو الأعمال الضعيفة نسبيا سوف تبدأ بالتراجع تدريجيا، وذلك يقلل الطلب عليها ويقلل أسعارها بشكل عام. نعم، إذا رائد الخضر رئيس قسم في مجموعة إيكويتي للأبحاث، شكرا جزيلا لك.